بفعله المصدر الحق العمل صح؟ هو كذا في الألفية؟ بفعله المصدر الحق العمل مضافا أو مجردا أو مع إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف لك مل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن مره. المصدر أحد مدلولي الفعل وهو الحدث. إذا قلت ضرب للفظ مدلولان زمن ماض وحدث هو الضرب هذا المصدر. قال بفعله المصدر الحق العمل إذا كان فعله لازما يرفع فاعلا يرفع المصدر فاعلا لكن قد يجر بإضافة المصدر إليه. تقول أعجبني مشي زيد مشي فاعل وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر من إضافة المصدر إلى مرفوعه إلى فاعله. وإن كان فعله يرفع فاعلا ويصل مفعولا رفع المصدر فاعلا ويصل مفعولا لكن قد يضاف إلى الفاعل وينتصب مفعول. تقول أعجبني شرب زيد الماء شرب فاعل زيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله والماء معلوم به لشرب. وإن كان فعله ينصب مفعولين يرفع المصدر فاعلا وينصب مفعولين مثال ذلك أعجبني إعطاء عمل خالدا كتابا. أنا أقول بفعله المصدر الحق العمل مضافا وأولى دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض مضاف لا دفاع الله أو مجردا مجرد من الإضافة كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما. قالوا إعماله مجرد من الإضافة أقيس لأنه يكون أقرب للفعل أو مع ألو هذا أقلها رتبها على حسب الكثرة. مثال ذلك لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكر عن الضرب مسمعها عامل معرف بال هنا أقل صوره لأنه أوغل في الاسمية بعد عن الفعل عرف بال ول من خواص الاسم كأسماء ما بارد. والله إن كان فعل مع أنه ما يحل محله يعمل المصدر بشرط أن يكون منحلا بشرط أن ينحل عن ما والفعل أو عن والفعل ينحل عن أن والفعل إن دل على المضي أو الاستقبال وعن ما والفعل إن دل على الحال. تقول أعجبني ضرب زيد عمرا أمس أي يعجبني أن ضرب وتقول يعجبني ضرب زيد عمرا غدا أي أن يضرب وتقول يعجبني ضرب زيد عمرا الآن أي ما يضرب زيد عمرا الآن بأن أن تدل على الاستقبال. أنا أقول إن كان فعل مع أنه ما يحل محله. قالوا هذا أغلبي فقط هذا الحكم أغلبي قد يعمل وهو لا ينحل. تستطيع أن تقول كان ضرب زيد عمرا خيرا له ولا تستطيع هذا التركيب أن تقول كان أن ضرب لا ينحل. إن ضرب الوالد ولده تأديبا خير له لا تقول إن أن ضرب لا المصدر لا ينحل وما ذلك عامل. ومع ذلك هناك مصادر قرر النحاة أنها غير عاملة لأنها لا تنحل. نحو ضربا زيدا قال زيدا منصوبة بما ناب عنه ضربا وهو يضرب هذا مصدر لا ينحل ولذلك لا يتقرر عندهم له عمل. أنا أقول إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر يعني. قال اسم المصدر يعمل ما اسم المصدر قال اسم المصدر ما ساوى المصدر في معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض حروف الفعل دون تعويض عنها. فإذا قلت إعطاء مصدر إذا قلت عطاء تساوي في المعنى لكن خلت من بعض حروف الفعل. أعطى إذا قلت عطاء سقطت الهمزة. كذلك أنبأ إذا قلت نبأ اسم مصدر سقطت من بعض حروف الفعل ولم يعوضها لا لفظا ولا تقديرا. فإن عوضها لفظا لم يكن اسم مصدر بل هو مصدر. نحو زنا وعدة زنا سقطت فاء الفعل وهي وزن سقطت الفاء هي واو الكلمة لكن عوضها التاء هذا يسمى مصدرا لا اسم مصدر. كذلك قد يكون التقدير قد يكون التعويض مقدرا. نحو قتال وضراب أصلها قتال وضراب فالتعويض مقدر ونطق به بعض العرب
قال وقاتل قيتالا وضرب ضيرارا قال كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة بعد عطائك عطاء اسم مصدر وعمل أه. هذا نقوله وليس مصدر ألم قالوا قيتالا يا حيوان عنا قيتالا حيوان عنا الذي في قاتل اللي قال أه. قالوا أشار ابن مالك بقوله وليس مصدر العمل أن عمله قليل وعلى كل حال إعمال اسم مصدر مختلف فيه. قال بعضهم يا كان عالما لا يعمل بحال ككيسان وبرة ومثله برة وإنما برة كذا قال لا يعمل مطلقا وإذا كان غير ذلك فاختلفوا فيه. قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا. وابن مالك قال وليس مصدر على الإشارة إلى قلة عمله نعم المصدر اسم المصدر اسم والاسم إذا كان منصرفا لا تجده إلا على إحدى ثلاث صور إما أن يعرف بأل وإما أن يضاف وإما أن ينون. قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله إن أضفته إلى الفاعل إن أصبت المفعول تقول أعجبني شرب زيد العسل وإن أضفته للمفعول رفعت الفاعل تقول أعجبني شرب العسل زيد ألا إن قتل نفسي المرء ألا إن بارك الله ألا إن ظلم ولا دفاع الله الناس بعضهم قد يضافوا إلى المفعول ويرفع الفاعل كما مثلنا ألا إن ظلم نفسي المرء بينه وقد يضاف إلى الفاعل ويحفظ المفعول ربنا وتقبل دعائي أي إياك حذف المفعول وقد يضاف إلى المفعول ويحفظ الفاعل مثل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير من دعاء الخير ومن خواص المصدر أن فاعله يحذف ولا يتحمل ضميره الفعل إذا حذف فاعله يتحمل ضميره زيد قدما أي هو بخلاف أو إطعام في يوم الذين صبر حذف فاعل المصدر ولا يتحمل ضميره أنا قوله وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع قد يضاف إلى غيرهما فيرتفع الفاعل وينتصب المفعول أعجبني ضرب اليوم الأمير القصة وجر ما يتبع ما جر ومر عاف يتبع المحل فعزم جر ما يتبع ما جر تقول أعجبني شرب زيد وليفي صفة أو أخيك واضح أو عمر أو نفسه توكيل ولك الربع تقول أعجبني شرب زيد أخوك العسل أخوك راعي المحل لأن زيد مرفوع أو نفسه أو عمر واضح أنا قولي أو جر ما يتبع ما جر وهو الأكثر وبدأ به ومن راعى في يتبع المحل فحد رأيت المحل ونصبت ورفعت تقول أعجبني شرب الماء الباردة زيد